اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا نبتدي حلقتنا اللهم صل على النبي. الكيوس يعني ماليه الاستوديو. هنروح طبعا لابطال الغطس. الغطس زي ما قلت لحضراتكم فازوا بالدرع العام لاول مره بعد 20 سنه بعد جهد وتعب كبير جدا. ففي الاستوديو منورني اتنين لاعبات زي القمر الحقيقه من لاعبات الغطس. هنرحب في البدايه بهنا وليد. اهلا بيك يا هنا. الحمد لله. ومبروك. الله يبارك حضرتك. وبنرحب بسما خالد ايضا لاعبه النادي الاهلي للغطس. اهلا بيك يا سما. اهلا بحضرتك. سما قولي لي، انت بتلعبي في الغطس على مستوى الكبار ولا الصغيرين؟ لا كبار ناشئين. نعم كبار. يعني بتلعبي سن كام مثلا؟ يعني من سن من اكبر من 16 اقل من 18. ده السن اللي بتاعك بتلعبي فيه. طيب احنا عندنا رجال وسيدات برضو. بس انت لسه ما لعبتيش رجال وسيدات. لا العمومي. العمومي. لا لعبت البطوله اللي فاتت. لعبت البطوله اللي فاتت عمومي. ما شاء الله الله اكبر. طب قولي لي بداتي غطس ازاي سما؟ ليه الغطس؟ كنت بتلعبي سباحه الاول؟ كنت بلعب سباحه بس يعني حسيت اني مش نافعه فيها، فالكابتن بتاعي يعني قال لي عرفني على لعبه الغطس وكده، فروحت جربت فيها ولقيت نفسي كويسه ونافعه، والكابتن قال لي ان شاء الله ليك مستقبل حلو فيها. بس حلو ان انت لعبت سباحه ومش نافعه فيها يعني. يعني لا يعني يعني ما هو اصل هو الغطس دي انا اللي اعرفه كل لعيبه الغطس لازم يعدوا على السباحه الاول. طب انت كنت بتلعبي سباحه بقى في اي مدينه نصر ولا في الجزيره؟ لا في اهل الجزيره. اهل الجزيره طول عمرك؟ اهل الجزيره. وبدات. طيب مين بقى اللي بدا معاكي يمرنك على الغطس اول مره في حياتك؟ اللي قال لك تعالي بقى، او مدرب او مدربه اللي بداوا يعلموك ازاي تبتدي الغطس وازاي تنطي من فوق وازاي؟ يعني مين اللي علمك؟ هو كابتن كان قديم يعني بس هو خلاص ساب النادي الاهلي. كان اسمه كابتن حسان. كابتن حسان ده اللي بدا معاكي وبدا يمرنك. طب انت حبيت الغطس ليه؟ برغم انها لعبه برضو صعبه ان انت تنط من مسافات عاليه. هو بصراحه كابتن حسان حببني فيها من اول ما شفتها، يعني كان على طول بيديني هدايا بعد التمرين وبيخليني اطلع عادي في نص التمرين اشرب عصير والكلام ده عادي. هو حببني فيها بصراحه. طيب يعني احنا لو قلنا الغطس في رهبه في خوف لما تخش على القفز قبل ما تبتدي تقفز من في الغطس، بيبقى في قلق، تبقى حاسس ان انت عالي، ما حسيتش بالخوف ده؟ هو طبعا حسيت بيه يعني بس وانا صغيره صراحه ما كنتش بيهمني حاجه، فكنت بطلع وبرمي نفسي وخلاص. وانت صغيره؟ طب وانت كبيره بقى بيهمك حد؟ يعني الحركات طبعا صعبت يعني وبقت حاجات اصعب. بتضحك؟ بص يا انا بتضحك يعني. بقت حاجات اصعب بس برضه لازم نجرب كل حاجه يعني. طيب اصعب ماتشات لعبتيها السنه دي امتى؟ يعني لعبتي ماتشات امتى؟ احسن نتائج عملتيها في ماتشات امتى السنه دي؟ السنه دي كانت اول بطوله اللي هي البطوله اللي فاتت دي على طول. اللي هي كانت فين؟ على حمام سباحه ايه؟ كانت في نادي الجزيره ونادي هليوبلس. تمام. دي كان اصعب حاجه لعبتيها. طب فاكره انت خدتي ميداليات ايه او كوس ايه في البطولات؟ اخدت في المجموع العام يعني 3 ذهب و2 فضه. ما شاء الله. طب قولي لي كده 3 ذهب خدتيهم في اي بطولات؟ فاكره منهم يعني البطوله اللي فاتت دي المجموع 5، لكن عامه لو عندي كل الميداليات اللي عندي في البيت كتير. 30 تقريبا. 30 ميداليه ما شاء الله كلهم في في في, في يعني في البطولات اربع سنين اللي فاتوا. بدات غطس سن قد ايه؟ يعني سبت سباحه بدات غطس قد ايه؟ 4 سنين ونص. يعني انت خدت ال 30 ميداليه دول ما شاء الله على مثلا نقول 10 سنين مثلا؟ ما شاء الله. يعني انت كل سنه كنت بتاخدي ميداليه؟ لا ما هو انا بدات بطولات وانا 8 سنين مثلا. 5 سنين. 8 سنين. 8 سنين. 5 بدات تلعبي، انما 8 سنين 4 بدات تتمرني، 8 بدات تخش بطولات. برافو عليك، برافو عليك يا سما. انت في سنه كام يا سما؟ في اولى سنه. برافو عليك. طيب هنا اجي لك بقى، انت بداتي غطس ازاي؟ مين اللي وجهك غطس؟ انا كنت برضو بلعب سباحه بس مع الوقت يعني حسيت ان انا بدات ازهق، لان هي يعني ما فيهاش حاجات جديده كتير يعني. فالكابتن قال لي ان هتكوني كويسه في الدايفنج وبتاع وكده، فدخلت. اصلا في الاول ما كنتش كويسه في الدايفنج يعني كمان؟ كنت اخرج منه اساسا. طيب بس بعد كده قلت بقى اكمل واحاول احسن من نفسي وكملت. طيب قلبتي عملت الشيفتنج من السباحه للغطس في سن قد ايه؟ انا دخلت وانا عندي 7 سنين. كبيره يعتبر 7 سنين. يعني السن المظبوط هي داخله بس بدري شويه. سما داخله 4 سنين صغيره قوي صح؟ هو بدري. انت من بدري بدري قصرتي في السباحه من بدري بدري. وانا لقيت نفسي بغرق في السباحه كل ما انزل. لا بس جميل يعني انا خلاص انا بدري بدري من 4 سنين، بس انت حاولتي عفرتي شويه في السباحه. ما حبيتهاش، حسيت ان هي ما فيهاش. انا دخلت بطولات وخدت ميداليات وكده بس يعني حسيت بملل بقى في الاخر. رحت على الغطس. فاكره مين اللي قلبك من السباحه للغطس؟ هو كابتن سباحه. مين طيب فاكره؟ كابتن احمد عز. لسه موجود تقريبا؟ ما اعرفش. طيب. يعني مش فاكره يعني. مش فاكره. طب رحتي الغطس بقى، مين بقى اول مدرب غطس مرنك او اول مدربه بقى وقال لك تعالي وعلمك ازاي تنطي من على كابتن احمد بحيري. كابتن احمد بحيري. بتشوفيه لغايه دلوقتي ولا خلاص بقى ما ساب النادي؟ طب انت حبيبك في الغطس ساعتها؟
لا برضه كانت تقيله شويه في الاول. ما كنت يعني طب برضو... ليه ايه سبب ان انت الغطس لما بدات عشان بتنطي من يعني انت بتنطي في العادي من كام متر؟ بداتي كام متر؟ بدات الطبيعي متر عادي. وبعد متر. كده قليت الغطس كده بقى قليت الغطس كام دلوقتي؟ بطلع 10 متر لحد دلوقتي يعني اخر حاجه 10 متر. يعني تخيلوا يا جماعه قفزه الثقه اللي بينطوها طبعا الطلبه في الكليات يعني اللي بيقدموا فيها وكده ويعني ما شاء الله بيتمرنوا عليها كل يوم كل يوم بتنطوا من 10 متر. طيب يعني دخلتي لعبتي ماتشات من سن 8 سنين برضو زي سبع؟ اول بطوله كانت 7 سنين عملت فيها ايه؟ لا جبت خامس بس. حلو. طب خامس ده ايه؟ ده خامس ده زي الفل. لا يعني ما كانتش خدت ميداليه بس ما كانتش احسن حاجه يعني. لا وان شاء الله الاحسن جاي باذن الله.